أقول لك إن دعوة الحق مهما حورب فهي منصورة. أبشر. وبعدين أنا بدي أسأل المسؤولين في وزارة الداخلية ووزير الداخلية في الحج الآن، ولست أدري ماذا يقول لرب العالمين، وقد قتل هو ورجاله عشرات الآلاف من خيرة أبناء مصر، ويعني أصاب الأمة بشلل حقيقي. ماذا يقول لرب العالمين؟ والقرآن يقول له: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. ماذا يقول محمد إبراهيم لرب العالمين في الحج؟ يقول: يا رب أنا قتلت عشرات الآلاف من خيرة يعني عبادك المصريين، أنا رملت آلاف النساء، أنا يتمت مئات الآلاف من الأطفال، أنا زجرت بأكثر من 50,000 معتقل من خيرة أبناء الأمة. ماذا يقول محمد إبراهيم جاي الحج ليه وهو يعلم أن قاتل المسلم بدون ذنب لا توبة له؟ أغلب الفقهاء يقولون قاتل المسلم بلا ذنب لا توبة له، لن تقبل حجة محمد إبراهيم ولا أعوانه. ماذا يقول محمد إبراهيم جاي الحج ليه وهو يعلم أن قاتل المسلم بدون ذنب لا توبة له؟ لن تقبل حجة محمد إبراهيم ولا أعوانه.
والقرآن يقول له: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. هؤلاء مسلمون والله لا يعرفون الإسلام شيئا. أغلب الفقهاء يقولون قاتل المسلم بلا ذنب لا توبة له. كثير من الأمور التي تتعلق بحقيقة الديانة وقع لها أمثال هذه الظواهر التي أخرجتها عن معناها الحق. ما يتعلق بالخلود، هل تتصور أن إنسانا إذا دخل النار لا يخرج منها أبدا أبد الأبيد؟ هل تتصور لا نهاية؟ أنت لا يمكن أن تتصور. أنت عندما تعاني الحر في يوم من أيام القيظ وتكون صائما لا تجد لنفسك مخرجا ولا مدخلا، فكلما كنت في مكان مسك لذع الحر. وهذا أمر يسير، لأن درجة الحرارة إذا ارتفعت درجة أو درجات فهذا أمر يقاومه الإنسان وهو على مقاومته قادر بقدرة الله. ولكن إذا كنت في النار، ثم هي ليست نارا كنارنا هذه، وإنما فضلت نار الآخرة على نارنا هذه 69 جزءا. قالوا: يا رسول الله، وإن كانت لكافية؟ قال: إنها فضلت عليها بذلك، أوقد عليها حتى احمرت، أوقد عليها حتى كذا، حتى اسودت، فهي سوداء كالليل المظلم. هل تتصور أن تدخل هذه النار؟ يعني أين تذهب وماذا تستطيع أن تصنع؟ لا شيء. فإذا خرج المرء مشركا كافرا فهذا هلاك الأبد، لأنه يقلد في النار لا يخرج منها أبد. فالشرك عظيم. إذا مات المرء مشركا فدخل النار فهو خالد في النار. ما معنى أن يخلد في النار؟ حاول الأئمة أن يبينوا لنا نوعا من أنواع البيان بضرب المثال، فقالوا: تصور أن كرة الأرض هذه، تصور أنها كتلة مصمطة من الطين. تصور كرة الأرض هذه كرة مصمطة من الطين، لا فيها بحار ولا أنهار ولا جبال ولا أشجار ولا مبان ولا زرع ولا شيء، كتلة مصمطة من الطين. هذه الأرض كلها بجملتها تصور أنها كتلة مصمطة من الطين. ثم فوق هذه الكتلة المصمطة من الطين ذر دقيق، وهو النمل الأحمر الصغير لا الكبير. قد امتلأت هذه الكتلة من الطين، الأرض كلها قد امتلأت بنمل دقيق صغير ونملة بجوار نملة حتى ملأ الأرض كلها. تصورت هذا الآن؟ تصور أن طائرا يأتي كل 2000 عام، لا كل 1000 واحدة، وإنما يأتي كل 2000 عام، فيخطف من هذا النمل الدقيق نملة واحدة. لو تصورت أن هذا النمل يفنى، فسيفنى قبل أن يفنى أبد الآبدين، قبل أن يفنى الخلود. فمن دخل النار فليتصور هذا إذا كان مشركا، لأن الموحد الذي عليه ذنوب أصابها وله آثام اقترفها إذا دخل النار فإنما يدخل النار لا على سبيل الخلود، وإنما للتهذيب والتطهير حتى ينقى ويصفى ويهذب ويطهر، ثم يخرج من النار كما أخبر النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم، ليغسل من هذا الوضر في نهر يقال له نهر الحياة. وحتى إذا خرج أولئك العتقاء من النار تجد على جبهة الواحد منهم جهنمي، ثم يدخل الجنة بعد، لأن الجنة طيبة وهي دار الطيب المحض، ولا يجاور الله تبارك وتعالى فيها إلا من كان طيبا محضا، إلا من كان طيبا محض ليس فيه شائبة. فمن كانت فيه شائبة ولم يغفر له فلا بد من تهذيبه وتنقيته وتصفيته، فيدخل النار نار الموحدين لا يخلد فيها. أما المشرك فإذا دخل النار لا يخرج منها أبدا. تصورت الآن ظلمك لنفسك إذا جهلت التوحيد فوقعت في الشرك،
فخرج الأبعد من الدنيا كافرا مشركا، وهو يحسب أنه من أعظم المسلمين إسلاما وأثبتهم يقينا وإيمانا. تصورت الآن ظلم العبد لنفسه إذا خرج من الدنيا مشركا فدخل النار لن يخرج أبدا، نسأل الله السلامة والعافية.